إلهي، متى تريد هذه المشاكل أن تنتهي؟ وإلى متى تدوم؟ إلهي، طاقتي لها حدود، إلى متى أدعوك ولا أرى منك بوارق الإجابة؟ هل حصل وحدث لك أن تدعو وتلح فلا يستجاب لدعواتك، وتتصور في نفسك وتظن أن الله نساك؟ أنا شيعي، يقول مولاي رسول الله صلى الله عليه وآله: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء.